صباح الخير والتيسير، صباح الورد والياسمين، صباح النور والسرور، صباح الهنا، صباح السعادة، صباح الصحة، صباح التفاؤل. كي بقيتي ولاباس؟ كي بقاو الميمات؟ نتمنى على الله يكون كل شيء على خير وفي صحة جيدة وراحة البال. هذا النهار خصني نحييكم بالصلاة على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وصليوا على النبي. نحييكم الناس تجيب الورد وانا جبت لكم هذا النهار الشكلاط، لان عارفه السيدات كلهم لا في الباديه ولا في المدينه ولا في اي بلاصه الشكلاط محبوب اكثر من الورد. المهم هذا النهار اول ما نبدا بعدا منش نبدا بكم يلي دخلتوا تتهجموا. هذا النهار عيد المراه، تحيه احترام واجلال للميمات الحبيبات، المرأة المغربية الحرة، المرأة العربية والمرأة المغربية بصفة خاصة، لأن عندها واحد الحب كبير في قلبي، يعني جميع النساء ولكن المغربية يعني المغربية. تحية لك سيداتي، لا تنقول لها أنا، تحية إكبار وإجلال، تنبس على يديك، تحية لديك السيدة باش نبدأ بهذوك اللي مهمولين، تحية للسيدة القروية اللي تتنوض على الفجر وما تتخلي ما تدير مسكينة في التكرفيس، هذيك هي اللي خصها التحية والعيد. هذا النهار ديالها هذيك هي اللي خصها نبوسو لها يديها ونتهلاو فيها. تحية خاصة لديك السيدة اللي لاله مولاتي، تنقول لها أنا لاله مولاتي، اللي تتشطب الزناق اللي ولاو دابا تيشطبو وتيخدمو في النظافة في الشارع، وهي مضيومه وهي مغطيه وهي ما تترضاش وتتشوف واحده اخرى دايزه الطوموبيله كي دايره وتترمي لها الزبل وهي تجمعو وهي صابره. تحيه لاله مولاتي اللي تتنوض على الصبح في الفجر تتخلي وليداتها مسكينه مستفين كلهم ناعسين في الشتاء وفي البرد وفي الصيف وفي كل شيء، وتتمشي تخدم في المعامل تتقيل النهار كامل وهي في ديك الماكينه دق 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 دق. تحيه لاله مولاتي اللي تتخدم في الحمام تتحك للناس وسخاتهم في الصيف وفي البرد وفي الربيع وكل شيء، وهي محشيه في ديك الظلمات وفي ديك الصعودات. تحيه لاله مولاتي الشرطيه اللي تتبقى النهار كله هي في الشموشات واقفه. تحيه لاله مولاتي اللي تتسوق بينا الطياره. تحيه لاله مولاتي اللي في القضاء في المحكمه وتتحكم بالعدل. تحيه لاله مولاتي اللي خدامه في الاداره النهار كله تتخلي وليداتها وتتخلي يمها مريضه ولا باها مريض ولا راجلها مريض ولا وليداتها مريضه وتتقيل جلسه على الكرسي في الاداره العموميه. تحيه لاله مولاتي الاستاذ اللي تتبقى واقفه على رجليها وخدامه خصها تخرج واحد الجيل ناضج، خصها تخرج واحد الجيل يهز المغرب يهز المجتمع. تحيه لاله مولاتي المحامية اللي تتوقف تناضل في المحكمة على أي مرأة مظلومة وعلى أي حاجة ديال الظلم بالحق. تحية لاله مولاتي اللي تدوس في الطريق وتتشوفها في ربيع مسكينة حانية تتقطع الوراق وتتقطع وتتجمع ربيع وتتجمع وعلم بها غير ربي وساكتة. تحية لاله مولاتي اللي خلى لها راجل الوليدات وصبرت عليهم وخدمت عليهم وقصت عليهم ضيعت شبابها عليهم وخرجتهم في المجتمع شي كبير. تحيه لاله مولاتي اللي خلاها راجلها بالخمس سنين بست سنين وهاجر وخلاها مع الوليدات تتقاصي وصبرت. تحيه لاله مولاتي اللي مقابله راجل بصير وتينقر وتقيل خطي وتقيل سبي تتصوبلو تتصوبلو تتقادو تتقاد الاولاد. تحيه لاله مولاتي اللي شفتها بعيني تتبكي في الطوبيس وتتلالي على بنتها ما صابتش فين تدخلها في السبيطار وتتبكي عليها وتتقاصي. تحيه لاله مولاتي اللي تتخدم في الديور وتقيل شوف العيالات مجبدات ودايره رجل على رجل وصباغه الضفر ودير هادي ودير هادي ودير هادي وهي مضيومه وهي تتجفف وتتخدم وتجيب الفلوس لولادها. تحيه لاله مولاتي اللي صابرة على الهم داك الراجل تيجي حداها في الليل سكران ريحتو خانزة وصابرة وتتبقى تتبكي في الليل تتشكي اللي خلقها. تحية لاله مولاتي اللي الراجل تيضربها من هنا وهي تتمشي لتما مضيومة باش ما تخرجشي وتخلي الأسرة ديالها مشتة وتخلي وليداتها مشتين في الزناقي.
تحية للأم ولاتي اللي فقدت بنتها ولا فقدت ولدها في عز شبابهم وتتبكي وتتقيل صبرة صبرة المؤمنين. هي للأم ولاتي شنو ماش نعد خرج لي من الداخل. إلا جينا نحيو المرأة شنو خصنا نديرو لها في هذا النهار ديال العيد؟ خصنا نهزوها بالصلاة والسلام، خصنا نبوسو اليدين، خصنا نبوسو الراس. تحية للأم ولاتي اللي راجل جالس يتأمر جيبي هادي وجيبي هادي وجيبي هادي وهي مريضة وهي تلات لالي وشكون اللي حس بيها. يا رجال يا اللي دخلتو عندي تتقولو تنزيغ العيالات، شكون فيكم هذا النهار اللي تفكر مراتو وجاب لها درهم 100 درهم 50 درهم أو جاب لها هي طريف ديال 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 الحلوة أو جاب لها 150 غرام ديال الكاوكاو مقلي؟ شكون فيكم يا رجال هذا النهار اللي تفكر أمو لالا ومولاتي رباتو؟ شكون هذا النهار اللي تفكر أختو لالا ومولاتي خدمت عليه حتى توصلاتو؟ شكون فيكم يا رجال هذا النهار اللي تفكر مراتو مني تتولد 9 شهور تتولد هو ناعس والدري تغوت هي اللي تتنوض ترضع وتتنوض تبدل لي كوش؟ شكون اللي تفكر مراتو في هذا النهار ديال العيد المرأة؟ هي باصلها راسها وقالت طلب منها المسامحة لا يجيب شاي. حنا تنقولو المرأة تتقبل باللي كتب الله، المرأة هي تفرح بيها، المرأة هي تملس عليها بحال القطة، المرأة هي تجيب لها شي حويجة تتنسى كل شيء وتتبدا من داو جديد وتتسمح وتتصوب. هادي اللي قلبها طيب. شكون فيكم يا رجال هذا النهار اللي تفكر مراتو وطلب منها المسامحة في عيد المرأة اللي هي تدخل وتقول تنزيغ العيالات؟ ما تنزيغش العيالات، تنوعي العيالات يحافظوا على ريوسهم، يتهلاو في صحتهم، يجمعوا فلوسهم. ما تنقول لهم شي ديرو 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 ولا خرجوا، لا، انا هي المرأة اللي حطها فوق راسي. وإلا ما كناش نحسوا بالمرأة اللي تتشطب في الزنقة، المرأة اللي تتجفف في الديور، المرأة القراوية اللي مسكينة ما وصلها حتى شي حاجة، ما تصبش بس تمشي، ما تصب ما عندها شي حتى الحمام تدخل تغسل كلا ليتها وتخرج هكذا تدير. إلا ما فكرناش في المرأة اللي تتقيل تتسقط الزيتون، إلا ما فكرناش في المرأة اللي تتقيل تتخيط، إلا ما فكرناش في العيالات اللي تقيلوا تيدمروا في في في, 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 في أي حاجة. شنو هي قيمتنا في الدنيا؟ شنو هو دورنا في الدنيا؟ شنو باش نقول لكم ولا ندير فيديو ونكذب ونقول لكم اليوم عيد المراه راجلي جاب لي وجاب لي ما جابليش بحالي حالكم؟ شكون اللي جاب لها راجلها؟ تخلي الكومونتير. شكون اللي قال الله يرحم بها الوالدين صبرتي معايا؟ تخلي الكومونتير. بحالي بحالكم ما تنفشخش، كلشي شرح ملح باش ما يبقى في حد الحال. شكون اللي تفكر هذا النهار المراه؟ حنا عندنا في اوروبا فين ما مشيتي يوم المراه كيف ما كنتي تعطيوك ورده. انا ما عنديش الوقت كلشي تعطي الوقت، انا عارفه الشكلاط حلو الشكلاط كلشي تعجب تفضلوا لياتي يا الصبرات يا اللي ما تتشكيشي اللي حمد الله وعلم بك هي اللي خلقك. شابو تحيه للياتي العيالات. رانا طولت قلت ما نفوتش هذا النهار بلا ما نحييكم وندير لكم تحيه الاجلال، لان الا ما حسيتيش بالمراه ديالك من صلبك يعني من جنس يعني من منك ما عرفتش صافي بداو تخلطوا لي بديت تنتعصب. يعني مراه بحالك بحالها واخا تكوني وزيره حسي بديك باللي تتجفف حتى هي مراه لوكا كان قراتك كان عندها السعد كان عندها الظروف كراهتها هي فين وصلت. حسي بديك اللي تتخدم عندك مسكينه تتقيل تتصوب وتنهر فيها وتغوت عليها حتى هي لوكا كان صابت كراهتها هي جالسه على الفوتو وتتامر وتتنهي. حسي بديك اللي واقفه في الزنقه النهار كله. حسي بديك اللي تتكون تتشطب وانتينا دايزه ترمي عليها الزبل باش هي تجمع وانتينا تتمتع. شنو باش نقول سلاولي؟ المهم تنحييكم في هذا النهار عيد المراه وشنو ما حيينا بكم للياتي ما تيكفيش. الله يعطيكم الصبر ويرزقكم العوين ويعطيكم القوه ويعطيكم القناعه ويبيض القلوب ويحن على كل وليه كل اللوم ولاتي محتاجه. تنحبكم لله
وعيد المرأة كل عام وانت ان شاء الله الرحمن الرحيم بالصحة والعافية والهنا وراحة البال. اللي عندها من تحبي تتهلا فيها، واللي ما عندهاش الله يرحمها ويوسع عليها ويرحم أميمتي وأمة سيدنا محمد. والفيديو الجاي ان شاء الله الرحمن الرحيم، وتبقاو على خير.